هذا المهرجان الكبير ليشكر الله أولا ثم غزة ثانيا ثم شعوبنا العربية والإسلامية ثم المقاومة وفي مقدمتها كتائب القسام قبل كل شيء على هذا النصر الذي تم إنجازه ليكون نصر القرن الحادي والعشرين. نعتبر هذا النصر الكبير مقدمة لانتصارات كبيرة بإذن الله تبارك وتعالى. ونقول على نتنياهو وزمرته وعلى اليهود ونظامهم أن يفكروا جديا بالرحيل من فلسطين. الهدنة تدل على أن المقاومة فرضت شروطها على المحتل. الانتصارات التي سجلتها حماس وأطياف المقاومة هي انتصارات كبيرة أرغمت المحتل على الإدعان للشروط التي أملتها المقاومة.